يعطيه A و B و C و D، ماشي، أشغل كل وحدة لحال، بس انتبه على كل سؤال شو سألني عن الـ A، شو سألني عن الـ B، شو سألني عن C، شو سألني عن D. طريقة الشغل هي التالي، راح أحط قدامكم السؤال، أعطيكم وقت تحلوه، اللي بيكون عنده جواب بس هو بيحكي، ما يحكي اثنين مع بعض، ولا ساعتها بشتغل أنا لحالي، واضح؟ فين حلو أول شيء الـ A يا أستاذ؟ يا راح أحط السؤال يا حمزة، هذا السؤال واحد، بيلي أول سؤال write A in the form of A radical B، هذا الـ A قدامكم، يلا أعطيكم وقت، اللي بيخلص بيلي شو طلع مع الجواب. ناسي استناد استنت انا حليته. ماشي، شو طلع معك الجواب يا حنين؟ طلع معي minus 4 radical 5 minus 4 radical 5. طيب حدا خلص غير حنين؟ ايه انا. ايه سيرين، شو طلع معك الجواب؟ كمان minus 4 radical 5. كمان minus 4 radical 5. طيب من من غير سيرين وغير حنين حلو؟ استاذ علي. ايه علي، شو طلع معك الجواب؟ ماينس 4 راديكال 5. طيب يلا هاي نهار الجواب قدامكم، ولو عنده اي سؤال بس خلص بيقول لي. هون مثل ما قلت لكم بنحط الاي قدامها. اني ايه حمزه شو؟ اني استاذ يا استاذ. اني خليني على جنب. خليت يا احسان؟ لاني عرفت هلا. طيب شو طلع معك الجواب؟ يعني طلع معي ماينس 4 ديكال 5. استاذ استاذ خليني اقول لك انا استاذ. اسمع انا الاخير. يلا هادي يلا هادي عم بسمع حسام هلا. شو عملت بالجواب؟ جزء اول شيء. سمعتني يا استاذ؟ سمعتك سمعتك استاذ، سمعت جوابك، بدي اسمع بس بدي اسمع منك اول خطوه شو عملت. استاذ نقصتهم من بعض. من نقص من من مين؟ يا سامع جزئان نقصت يا استاذ. يعني اول واحده من ثاني واحده يحكي. نعم عندي حطينا الاول في الثاني والثاني اعطينا والثاني اعطيت الثالث. اقرا لي انت قدامك شو كتبت عشان اعرف اذا كاتب صح ولا غلط. عفو الله شاكر لك. لا انا كتبتش على الدر على الحاسب عم بكتب. الحاسب ما بيمشي الحال هيك دغري. جواب ما نعرفه عن استاذ. خليني انا يا استاذ. طيب هذه بكتب لي يلا خطوه خطوه عشان ما ليش نطول على هذه. يلا شو عملت اول خطوه؟ قول لي شو كتبت. اول شيء 2 راديكال 5 مظبوط، نحسب الراديكال 1 على حاسب 2 راديكال 5. بعدين عندنا 2 راديكال 45 بتطلع 3 راديكال 5. مش 2 راديكال 45 هي 3 راديكال 5. اول شيء عندي بلس 2 بتنزل، نحسب راديكال 45 3 راديكال 5 3 راديكال 5. صح بيرجع ماينس 3 وراديكال 8 بتطلع استاذ بتطلع 4 راديكال 5. 4 راديكال 5 100%. هلا بعدين علي احسب هون مثل ما شايفين 2 تايمز 3 الموجوده هون بحسبها بتطلع 6، وهون بحسب 3 تايمز 4 هي 12. يس واضحه لهون؟ يا اوكي استاذ. اخر شيء شايفين هون كله راديكال 5، وهذا الشيء لازم يطلع معكم لانه عم يقول السؤال اي راديكال بي المفروض كله نفس الراديكال. نجمعهم بنفس البارانتيسز، لما نحسب جوات البارانتيسز هيدا 2 plus 6 minus 12 يطلع معي جواب ما طلع معكم 2 minus 4 radical 5. حد عنده سؤال عليها؟ سنكتبها ولا شو؟
لا لا عم سجل المحاضرة ما في بداية. مش داعي نكتبني يعني. لا لا راح ابعتكم انا الفيديو ساعتها اللي ما فهم شيء عنده او شغله فيه يرجع يراجع الفيديو. يا يعني بلا نكتب. طيب حدا عنده سؤال علي هيدي؟ طيب بعده بيلي prove that b is a natural number بينت ما يكون صورة ولا بعد يعني ما بيكون في point مظبوط natural number بيكون رقم صحيح لا fraction لا radical وما نكون بالناقص يعني ما نكون ناقص 4 ناقص 2 بيكون 0 و 1 2 3 100% ال b رح أجي أحطها قدامكم هيا b هاي كانت ما هيدي بنحسبها للبي وجواب قالكم يطلع natural number ماشي معناه يبقى radical أو يبقى fraction أو يبقى point مش بنعملها مرة plus مرة minus جربوها اللي بيطلع عندي اي power 2 minus power 2 مزبوط مزبوط برافو يا اللي انتبهت للقاعدة اي power 2 minus b power 2 هلا وإلي شو بيطلع معك الجواب استاذ بيطلع الجواب رقم 3 انا هيك بيطلع الجواب 3 100% بيطلع 3 بيطلع جواب 3 بتطبقوا طبق القاعده ولا لا القاعده هي بنحط راديكال 7 على 2 ماينس 2 2 عليها انه باور 2 باور 2 و هي باور 2 باور ناقص مظبوط 100 برافو يا وفاء هيدي القاعدة أذكركم فيها يعني إنه أنا إذا عندي A plus B مضروبة ب A minus B يعني مرة شايفين نفس الأعداد مرة plus minus القاعدة شو بتقلي أول واحد power 2 ناقص تاني power وهذا ما في داعي أشرح فيها أكثر هي قدامكم راديكال 7 و 2 راديكال 7 و 2 أول مرة نعم يرجع بيطير الراديكال مع الباور 2 وال2 بتصير ال2 باور 2 بتصير 4 بيطلع 3 اخر شيء بيطلع عندي هيك مزبوط اول واحد باور 2 يعني راديكال 7 باور 2 ماينس الثاني هو 2 باور 2 مثل ما قالت وفاء اول شيء بيصير 7 ماينس 4 ايكوال 3 هذا 3 عباره عن ناتشورال نمبر حبيبي مش الحال طيب بدي افترض حدا بيفترض حدا ما انتبه للقاضي مثلا ما قال ولا في طب هيدا القاضي راح نحلها هون بلا القاضي بس بتقولوا لي شو بعمل هون بهالحالة اذا واحد ما انتبه للقاضي كيف بيشتغل هيدا الفرنسي الاول بالثاني والثاني بالاول والثاني الاول بالاول اول بالثاني يرجع ثاني الاول يرجع ثاني بالاول والثاني بالثاني مظبوط 100% خلينا يعني إذا عملوا قدامكم دغري عشان ما ضيع علي وقت ما نكفي دغري على السي يعني هون شو رح نعمل رح نضرب أول شيء راديكال 7 براديكال 7 بيجع راديكال 7 ب2 بيجع ماينس 2 براديكال 7 بيجع ماينس 2 ب2 خلينا نبلش أول شيء راديكال 7 براديكال 7 بيعطيني راديكال 49 أو فينا دغري نحطها 7 بس حبيت حطها بالتفصيل راديكال 49 إنه بضرب 7 اللي تحت هون بال7 اللي هون بيعطيني 49 برجع راديكال 7 تايمز 2 شو يعطيني هون بلس 2 راديكال 7 اه خلصنا بعدين بيرجع ماينس 2 براديكال 7 شو راح يعطيني ماينس 2 راديكال 7 وماينس 4 ماينس 4 مضبوط ماينس 2 ب2 ماينس هلا بنزل على سطر جديد راديكال 49 بحسبها على الآلة حاسبة بتعطيني 7 بطلع 7 يا استاذ هي راديكال 7 سكوير بتعطينا 7 بلس 2 راديكال 7 وماينس 2 راديكال 7 100% اول شيء راديكال 49 بتطلع 7 مثل ما قلتوا مثل ما قال احمد 2 راديكال 7 ماينس 2 راديكال 7 بيطيروا بعض صار عندي 7 ماينس 4 بيطلع معي نفس الجواب اللي هو 3 كمان ناتشورال نمبر طيب حدا عنده سؤال؟ لا طيب علي بعدها عم يقول لي write C in the form of A plus B radical C هذه السي رح اجي احطها قدامكم 2 plus radical 3 كلها power 2 اعطيكم وقت اللي بيوصل لجواب بيقول لي شو طلع معه استاذ انا حليتها
آه شو جواب النهائي طلع عندك؟ لا حطناش على الصورة دي راح اللوها. 7 plus 4 radical 3. طيب يلا حمزة نعطيكم وقت خلينا نشوف هذا بس يلا عطينا وقت يا أستاذ. أستاذ أنا أطلع مع نفس الجواب هذي بلس يا حمزة. طول بعد بس شوف. 7 plus 4 radical 3 أستاذ طلع مع نفس الجواب 7 plus 4 radical 3. ماشي خليني أعطي بعد دقيقة بس للبقية شوف إذا حدا بيطلع معه شو جوابتين. هادي طلع معك جواب وفاء طلع معك جواب حدا طلع معك جواب غير سيرين وأحمد وحنين ما سمعت لازم يكون الجواب هلا بدنا نشوف أنا مش أقول صح أو غلط للجواب التعطوني أنا صح ونحن وياك ما طلع داعش بلاس تو راديكال تري ما بعرف ليه 11 plus 2 radical 3 اوكي انت طلع معك 2 زائد 9 مش هيك وجمعتين اعطوك 11 استاذ استاذ بتطلع 7 زائد 4 radical 3 7 plus 4 radical 3 اوكي حمزه استاذ بتطلع 11 plus 6 radical 2 radical 2 11 بلس 6 راديكال 2 لا هذا جواب غلط 100% عندك راديكال 3 ما اعرف وين جبت راديكال 2 طيب خلينا نشوف الجواب الصح هلا اللي قالوا 7 بلس 4 راديكال 3 هو الجواب الصح طيب يا استاذ ايوه وفاء حطيت انا براكت فور 2 بلس 2 ريد يعني بلس 2 ايوه 2 لحظه شوي استاذ بتطلع 2 plus 3 يا علي علي عم بسمع وفاء خليني اسمع وفاء برجع بسمع طلع اوكي هاي حطيت براكت باور 2 بلس 2 و 2 براكت بلس براكت باور 2 يعني هاي القاعدة اللي نحن عم نحكي مزبوط هاي القاعدة ما نشتغل اول براكت شو حطيتي فيه؟ نعم طيب مظبوط اول واحد هي رح نشتغل هاي القاعده قدامنا هاي القاعده بنشتغلها قدامنا اللي اعطيتكم يعني ريماركبل ايدنتيتيز اول واحد باور 2 بلس 2 الاول بالثاني بلس الاخير باور 2 صح طيب قلتي انت اول واحد باور 2 2 باور 2 صح هيك حاطه اول شيء غلطتنا مشان هيك هيك حليتها اوكي بيرجع بلس 2 هي تاعت القاعده برجع الأول بالتاني الأول هي هذا الأول واحد هو 2 والتاني هو radical 3 بفتح براكت بحط 2 بفتح براكت تاني حط radical 3 مش الحل هون الكل أستاذ اكسح لي ليه؟ ايه هي عم صحح ويا هادي شوف إذا أنت اللي مشتغلوا صح ولا هو بيطلع جواب 7 plus 4 radical 3 ايه يا ما صحني يا أستاذ ايه اوكي ماشي اذا اشتغلت على نفس الطريقه ينتبه لها بيرجع عدلت اذا طلع باور 2 عدلت خلص ماشي يا عم صح يا حمزه انتبه معي عشان كده بنعمل بالبروتوكول لا طيب ننزل لتحت 2 باور 2 هي 4 بس هون بدكم تقولي بالنص هون في كثير تلاميذ بيغلطوا بيضرب 2 مرة 2 بيضربوها براديكال 3 هذه غلط نضرب 2 بس ضرب 2 2 ضرب 2 بتطلع 4 راديكال 3 بيضرب بس 2 ب 2 يعطيني 4 وحد راديكال 3 بتبقى 2 تنزل 100% حد مظبوط وراديكال 3 باور 2 هي 3 منو مني بيتجمع بس بيجمع هيدا ال 4 اللي هون مظبوط بيطلع 7 بلس 4 راديكال 3 بلس 4 راديكال 3 بيطلع نفس الشكل اللي هو اللي بده اياه A بلس B راديكال 3 يعني هيك اصله هو
طيب إذا أنا سألتكم سؤال هلا، إذا قال لي بدي حل بدل القاعدة اللي حليناها هون، وأنا عندي هيدي كلها power tool، مين بيقول لي شو هي الطريقة لحل هيدي بلا ما أطبق القاعدة اللي حطيتها هون بالأحمر؟ نعمل radical dream. كان اسمع حنين يا وفاء برجع بسمعك. هلا عندي انا ان شاء الله 2 بلس راديكال 3 هي مضروبه على حاله مرتين، يعني مثل هذيك الطريقه اللي قبل شوي حليناها. بنرجع على الشيء اللي كنا بنعمله، مثل ما انا بقول لكم مثلا 4 باور 2 بتقولوا لي والله دغري 16، ليش بتكون ضربت ال 4 بال 4 بحاله مرتين؟ هون نفس الشيء عم تقولوا حنين، هيدي باور 2 ما الا انه هي هيدا البارنتيسيس مضروب بحاله مرتين، وكيف بيشتغلوا هول الاثنين مع بعض؟ الأول بالأول والأول بالثاني. أول بالأول، الأول بالثاني، الأخير، وبيطلع معكم نفس الجواب. الأول بالأول. مزبوط. طيب حنين وفاء شو كان عندك سؤال؟ لا مش سؤال، كنت عم جاوب. أوكي. عندك جواب غير حنين يعني؟ كنت عم بقول إنه بنحط الاثنين power two plus radical three power two، يعني من جد الباور 2 على الرقمين الموجودين عندنا. ما في وزع الباور 2، هادي انتبهي لأخي، ما في وزع باور 2 عندي بلس، يعني ما بياخذ كل واحد باور 2 له لحال، لانه اذا عندي بلس او ماينس ما في يعمل هالشيء. ما راح اطول كمان هون، يا يعني بنعمل اول بالاول اول بالثاني بيطلع معنا جواب كمان نفس الشيء 7 بلس 4 راديكال 3. هون اذا واحد يعملها بدل القاضي او شك بحاله انه راح يطبق القاعده غلط، ساعتها بيعمل اللي عملناه هون. طيب راتي كن اخر شيء دي عم بيقول لي رايت دي ان ذا فورم اوف ريديوسبل فراكشن. ريديوسبل فراكشن يعني فراكشن عشان يعمل عليه سمبليفاي. هيدي اللي قدامكم، كمان راتي كن وقت اللي بيطلع معه جواب بيقول لي. بعد لسه عطوه يا علي من عليك أينشتاين علي فعوه. طيب خليني أعطي وقتي علي شوي وبجا بلش فيك أنت أول واحد، شوف شو طلع معك شوي. هي أينشتاين بدو فيها نص ساعة، بدو فيها أنجا 3 دقايق، خلك تحلها. يلا يا حمزة أنت أينشتاين كمان، يلا اشتغلها. أنا يا رات يا أستاذ أضرب هاي استاذ. انا طلع معي جواب. شو جوابك يا حنين؟ جوابي هو 11 على 5. طيب علي فعو شو كان جوابك؟ 100 بعد ما حطت الحل يا سيرين. ناطر ناطر بعض. شو يا علي؟ 160 على 41 على 20. 41 على 20 هذا جوابك النهائي. اوكي طيب حدا عنده جواب؟ جواب 17 على 10. استاذ بس دقيقه يلا خلصت. طيب خلينا نحطهم على جنب. يعني عندي حنين قالت لي 11 على 5 و طلع ما 11 على 5. خليني بس حنين عم سجل الاجوبه وفاء. انا كمان طلع معي 11 على 5. طيب وفاء 11 على 5 كنت عم تقولي لي؟ 11 على 5. اوكي طيب احمد شو قلت لي جوابك؟ استاذ انا طلعت معي 4 على 5. بس ثانيه استاذ تطلع معي 11 على 5 يا استاذ. 11 على 5. طلعت معي 11 على 5. اوكي احمد شو كنت قايل لي جوابك؟ 17 على 10. 17 على 10. علي شو كنت قايل جوابك يا علي؟ سامت الباقي طلعت معي. علي فاو شو كنت قايل جوابك؟ استاذ علي فعور شو اسمه؟ غصب النوم علي فعور. استاذ شو طلع معك جواب يا
حمد. أنا مثل بقية تطلع معي 11 على 5. كيف يعني مثل بقية؟ أنت حليتها قدامك، شو جواب النهائي طلع قدامك على الورقة؟ 11 على 5 يا أستاذ. 11 على 5 جواب نهائي؟ والله هيك عم تنقيها هيك أنت من عندك. لا والله يا أستاذ. طيب. والله ما عم حمزة يا أستاذ. استاذ انا اول شغله طلع معي 44 على 20 رجعت قسمتهم اثنيناتهم على اثنين رجعت طلع معي 22 على 10 لحتى طلع معي 11 على 5 ماشي هي رح نعمل سوليوشن ونشوف معه الجواب الصح. طيب حدا عنده جواب غير وقتنا عشان عندي بطاريه. طيب خلينا نعمل الحل نحن وياكم استاذ انا نشوف استاذ انا قلت لك 64 على 80 ايه وتي وشو جواب النهائي طلع معك؟ جواب النهائي 41 على 20 اذا 41 على 20 طيب رح نعمل الحل لنشوف من ما الصح. طيب هيدا الدي من شو بلشتوا انتوا اول شيء لازم نعمل هون؟ بنبلش بالضرب حسب الاكثر عشان نضرب عندنا ارقام حتى لو شكلهم فراكشن عندي بلس وعندي تايمز اللي فيهن بلس بتركون بيجي لمين عند بالنص هون اللي بيناتهم تايم بالنص ضرب مزبوط نضربهم اللي فوق باللي فوق بيعطيني 4 واللي تحت باللي تحت 4 تايمز 5 بيعطيني 20 بلس 5 على 4. طيب هلا في كيف في خطوه قبل ما اعمل كومن دينومينيتر دغري شغلتين في يعملون اول شغله 3 على 4 و5 على 4 هودي بينجمعوا ولا ما بينجمعوا؟ بلا بينجمعوا بس بلا بينجمعوا أو لأنه نفس الدينومينيت. شو جمع أنا عارف بتطلع. 8 على 4. 8 على 4. بلس 4 على 20 اللي هي صارت 1 على 5. عرفت ليش صارت 1 على 5؟ اف لا. استاذ أنا ما عملتها هيك. يا الله. عملنا سمبليفاي. عملنا سمبليفاي. 4 على 20 في اسم فوق على 4. تحت على 4 بيعطيني 1 على 5 عرفتوا كيف اجت 1 على 5؟ اه 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 طيب هلا الخطوه اللي بعدها صار عندكم انتم هيدا الجواب 8 على 4 زائد 1 على 5 في يجمعهم دغري هو ولا شو؟ نعمل دينومينيتور نضرب نضرب هاب 5 وهاب 5 مضبوط اول وحده بضرب فوق وتحت ب 5 والثاني بشو بضرب؟ ب 4 ب 4 100% هي يعني بنحط 4 على 5 تايمز 5 والثاني تايمز 4 تايمز 4 قبل ما اكفي مين لقى في عنده غلط خطوات اني شو غلطت يا استاذ بالحساب ولا بلاش بالبلس قبل لا بالحساب مش بال مش بالحساب هيك بسيطه لو بتبلش بالبلس قبل هيك على 4 وال5 على 4 ما جمعتهم انا ما بيأثر لأن أنت فيك ما تجمعهم فيك تعمل آخر شيء ثلاثة مع بعض بس مو أنت بلشت بالتايمز أول شيء. والله مبين علي أساس جواب صحيح هو 41 على 20 هلا بتشوف. يا أستاذ. هلا بنشوف. لا هلا نضرب 8 بخمسة تطلع 40. شو بيعطي؟ 40 وتحت 20. على 20. بعدين تطلع 4 على 4 على 20. 4 على 20. 4 على 20 هو شو جمعهم؟ تطلع 44 على 20 تعطينا 11 على 5 إذا بتوقفوا هون غلط لأنه هو إيه اللي irreducible fraction إذا فيه اسمه على قديش مثل ما قلت أنا الكالكوليتر بيعطينا 11 على 5 في عملنا دهرة الكالكوليتر أوكي ما في مشكلة بس هي الكالكوليتر شو كنا عملت قسمت فوق على 4 تحت على 4 أنا عملت 5 بتوع على أول شيء بيرجع طلع معي 22 على 10 رجعت عملت ولازم ترجع مرة ثانية بيتو ماشي رجعت طلع معي 11 على 5 مزبوط إذا بتعمل مرة واحدة بيتو بتوقفي على 22 على 10 كمان هذا بعده جواب غلط بتطلع بس أسمي أكثر لتو بعد مرة ثانية بيطلع جواب 11 على 5 هذا عنده سؤال؟ أنا بدي أقول لك شيء إيه إيه أنا لا يعني بالتاني سطر أنا لما ضربت هول اللي بالنص رجعت عملت